تزعل لو سألتك هو في اسكندراني؟ يعني انا عندي وهنا عتاب على كل المسؤولين على كل المحطات، ممكن نقول سواء تلفزيونيه، حتى ناسبيرو زمان، حتى محطات الاذاعه اللي هي 98 95.8، حتى اللي هي الاغاني القديمه استاذ سمير، ببحث عنك كثيرا وما بتلاقينيش. ليه؟ يسأل اللي ماسكين الميه والنور، مفاتيح الميه والنور. السؤال لا يطرح علي. انا عملت في سنه من السنين، في سنه 2 سجلت الاغنيات القديمه التراثيه في اطار جديد، جبت موزع موسيقي انجليزي بعد ما دورت على موزع موسيقي في وسط 200-300 واحد في الاي ام اي ريكوردز، وبعد ما وصلت لده رحت لرئيس مجلس اداره اي ام اي انجلش ميكانيكال اندستريز اللي بيغني فيها فرانك سيناترا، تمام، وقلت لهم انا عاوز تخدموني وتساعدوني في تطوير الاغنيه العربيه المصريه. فرئيس مجلس الإدارة قال لي أساعدك إزاي؟ قلت له اديني فرصة إن أنا أجدد الأغنية المصرية والعربية. قال لي كان عبد الوهاب عندكم يستطيع إنه يمارس هذا الدور. قلت له في فرق وميزة كبيرة جدا بيني وبين عبد الوهاب. قال لي إيه؟ 40 سنة. قال لي you look logic، ولكن انا ما اقدرش اغامر. انا هساعدك بان انا اديك ميزات معينة، استوديوهات وكذا وكذا. وبدأت قدك المياس يا عمري، يا غصين البانك اليسري، انت احلى في نظري من سواك يا عمري، يا حبيبي روحي ريحالك بكلمة من وحي جمالك، اديها فرصة تقولها لك قبل السنين ما تفوت تجري. حسين السيد فحسين السيد مع الأغنية القديمة ما ألبستها ثوبا جديدا، فقدمت الشكل الجديد اللي احنا ما كناش متعودين عليه، و50 عازف في كل أغنية من اشهر عازفي انجلترا، كلهم زيوش، دي مش غلطتي. يعني هي مساله محتاجه يعني علاقات اجتماعيه مع حتى مع التوقف عن الغناء، يعني مساله مش مساله دي تبقى في البدايه بس اقول للناس يا جماعه انا موجود، ولا تفضل على طول العلاقات هي فرد شغلي او بتمنعه. لا، العلاقات بتفرض شغلي او تمنعه. الوقت نفسه يعني في سوء الاعلام والاغنيه، العلاقات بشكل عام دور كبير. فتبقى فاضي وعندك استعداد لممارسه هذه الدفقه او الدفعه بشكل دائم ومستمر. يا ما عندكش ده. طب احنا معانا ده كمان مجموعه من الاغنيات هنستمتع بيها مع فنانة كبير، بس خلينا اقول ان وانا بتكلم على نقطه التحول من الغوريه لايطاليا والسفر، انا حضرت عزاء الوالد الله يرحمه من فتره طويله، كان في ميريلاند في مصر الجديده. ايوه. ولما بيقولوا هو كان نقطه تحول في حياتك، انا اعتقد ده لان انا شفت، انا بحضر معازي كتير طبعا، حياتنا كلها افراح ومعازي، بس دخلت ايدك حاطط صوره كبيره جدا وماسك مايك وبتقول فيه شعر وانه ابي وبتتكلم عنه، انا ما شفتش المنظر ده قبل كده ولا بعد كده. كان بالنسبه لك ايه الوالد؟ هل هو الذاكر الكبير الموبيليا المفروض ان انت يعني تسلك نفس المسلك وشجعك انت؟ جاني 28 وزير في هذا العزاء. نعم. وفي الوقت نفسه انا قلت للناس، قلت لهم ان
إبراهيم أبو الأنبياء كان رحت لأن إبراهيم كان أبو الأنبياء وخليل الله، وهي مرتبة عالية وسامية. وكان موسى كليم الله، إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، وهي مرتبة سامية.